مثال هتكلم عنه الليله قصته بدا في عام 2019. كان في 2019 كان عباره عن شخص ممكن يقول اجل المعارف. كل اللي بيعمله كان يمشي المدرسه وبيجي من المدرسه. لحد ما وصل مرحله الجامعه بيجي يمشي الجامعه وبيجي من الجامعه من غير ما يكون هو عارف بيعمل شنو، من غير ما يكون هو عارف هدفه شنو، من غير ما يكون هو عارف عزيزه لشنو. في 2019 كان في اجازه طويله في كل البلاد. في الاجازه دي انقطع الروتين الخاص بتاعه الا وهو الجامعه. وفي وقت الفراغ صاحبه رشح له كتاب انه يقراه، وده كان اول كتاب غير اكاديمي في حياته. من خلال الكتاب قدر يتعرف على قصص العظماء والناجحين من حول العالم، هو كان متشوق انه يكون واحد منهم. الكتاب ده كان بالنسبه له رشفه ماء لشخص عطشان. فامتدت سلسلة الكتب لحد ما وصلت 8 كتب في الإجازة. الثمانية كتب دي كانت بالنسبة له نافذة ومرآة من خلال قدر يتعرف على الحياة، قدر يعرف إنه المفروض يكون عنده بصمة للحوالين، قدر يعرف إنه المفروض يكون عنده أهداف يحققها، فوضع أهداف. في الكتب دي مرة بمقولة شدت انتباهه بتقول If you can imagine what you want, then you can keep it in your reality. إذا أمكنك أن تتخيل ما تريد، إذا يمكنك فعله على أرض الواقع. فبدأ يطور من نفسه، حتى خطة قال إنه لازم يكون عنده على الأقل إنجاز واحد سنوياً. بدأ يطور من نفسه بالتعليم الذاتي والتطوير. كان بيمشي من الصباح الساعة 7 صباحاً للساعة 3 مساء الجامعة، ومن الساعة 4 مساء للساعة 7 مساء بيمشي لمركز التطوير عشان يطور من نفسه. جاء عام 2020. في 2020 شارك في مسابقة الروبوتات الأولى في السودان، ودي كانت أول مسابقة رسمية بالنسبة لي. هو فريق اشتغل على الروبوت قبل يوم من المسابقة، لكن ما جربوا الروبوت، لأنه ما كان عندهم كيبل أو وصلة عشان يعملوا أبلود للكود اللي كتبوه في الكمبيوتر لمتحكمة الروبوت اللي هي بمثابة العقل المفكر للروبوت. فقرروا إنه يمشوا الصباح بعد المسابقة ياخذوا الكيبل يعملوا أبلود يكونوا جاهزين. فعلاً بعد الصباح قبل المسابقة أخذ الكيبل حاول يعمل أبلود، حاول يعمل أبلود في اليوم مليان من الحماس. اكتشفوا حاجة ما كانوا متوقعينها، اكتشفوا إن متحكمة الروبوت متعطلة. متحكمة الروبوت متعطلة معناها الروبوت ما هيشتغل، معناها هما ما هيقدروا يشاركوا. كانوا قدام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول إنه يستسلموا ويزحفوا زي ما في كل فرق كثيرة انسحبت، والخيار الثاني واللي هو الاصعب انه ينتظروا ويستمروا، ولان ما كانوا عارفين حيحصل شنو، الخيار كان صعب بالنسبه لهم. وقرروا انه اختاروا الخيار الثاني لانه كانوا واثقين انه نهايه المسابقه عند خط النهايه وليس في اول عقبه تتلاقيهم. اثناء ما هم منتظرين وبيبحثوا عن حلول، جاوبوا الحل من طريق اوريدي منسحب في سبب مشكله في الروبوت غير المتحكم. أخذوا المتحكمة وبدأوا يشتغلوا من جديد. لما أخذوا المتحكمة كان أوريدي المسابقة بدأت، لكن جولتهم كان باقيها أقل من 60 دقيقة. قبل أقل من 60 دقيقة من الجولة بدأوا يشتغلوا على الروبوت من جديد، من ناحية كتابة الكود البرمجي ومن ناحية التوصيلات. حرفيا هم كانوا في سباق مع الزمن. دقت صعب. بدأت أول جولة بالنسبة لهم، صح هم ما كانوا جاهزين. لأن الروبوت بتاعه ما كان مكتمل، كان في 50% من الحساسات ملوا الزمن عشان يبرمجوها. لكن قرروا انه يدخلوا المسابقة بروبوت ناقص. ولأنه ما استسلموا وقد كانوا على الحافة، على حافة الانهيار والاستسلام، ما استسلموا وقرروا انه يواصلوا، قدروا يلعبوا 12 جولة في المسابقة بروبوت ناقص. وفي النهاية حصل على الميدالية البرونزية في المسابقة. وده كان أول إنجاز له، كان أول إنجاز رسمي بالنسبة له. جاء عام 2021. في عام 2021 كان تم اختيار الممثل الوحيد للسودان في الدوحة ضمن أكثر من 40 دولة من حول العالم.
بعدوا المنال انه تم اختيار تمثيل السودان ريف حيثابي، طلبوا منه بعد البيانات، من ضمن البيانات طلبوها من مستند نسبه انه مطعم، لكن المشكله انه كان مطعم وعنده فتره اقصاها 24 ساعه. في نفس الليل عمل اتصالات وحدد مركز طلعين كثابت انه يوجه له. في اليوم التالي وبدري قبل الشمس ما تشرق يوجه للمركز. لانه زمان كان بدري لقى المركز قافل، فسأل سؤال اذا المركز شغال، قال له هو ورد له بنفس طريق جدا، قال له هاي المركز شغال، لكن الدكاتره الان بيكونوا نايمين، حاله طبيعيه لانه المركز لسه ما حيفتح لانه الزمن بدري. انتظر لمده دامت 4 ساعات، المركز فتح واخذ الطبعين ورسل بيانات، وكان فاكر انه كل شيء حيمشي بسهوله من غير مشاكل من غير عرض، لكن هو كان غلطان. هو كان غلطان لانه في اكتوبر المطار قفل وانقطع الانترنت عن كل السودان، وكانت وسيله التواصل الوحيده بينه وبين قطر هي الايميل، وبقى احتمال انه يسافر شيء مستحيل. مستحيل تعرف عمل شنو؟ كان يوميا بيمشي مسافه 30 كيلومتر ذهابا و30 كيلومتر ايابا، اي حوالي 420 كيلومتر في الاسبوع، ودي مسافه بين ولايات بس عشان هو يحصل على الانترنت ويفتح الايميل. المشكله ما كانت بس في المطار وفي الانترنت، لا، كان حتى في المواصلات. كان بيضطر يمشي كيلومترات عديده برجلين، واثناء ما هو ماشي كان بيسال نفسه هل الحاجه تستحق التعب؟ هل المطار احسن؟ هل اقدر اسافر؟ لان الاسئله كانت صعبه بالنسبه له، هو كان بيتخطى الاسئله دي وبيحاول ما يفكر فيها، بس بيعمل كل اللي عليه. كان بيعمل خطوات خطوه بخطوه كانه عارف انه حيسافر، كيف هو ما عارف لكن عارف انه حيسافر. قبل ايام عديده من الملتقى المطار فتح، والان كان جاهز على كل الاجراءات المطلوبه منه، وقت المطار قافل والانترنت قاطع قدر انه يسافر. صح المطار فتح متاخر وفوت اليوم الاول في الملتقى، لكن حصل باقي الايام. سافر الدوحة، أثناء ما هو في الدوحة كان بيسأل نفسه هل أنا برايح حتى بوصل السودان؟ هل حكون ضمن الدول؟ هل وهل وهل وهل؟ لكن المرة دي هو كان أكثر ثقة في نفسه، ما كان بيتخطى الأسئلة دي زي المرة الأولى، كان بيجاوب ليها ويقول نعم نعم نعم. بيقول نعم لكل سؤال بيجيبه، وفعلا شارك في الملتقى، وبنهاية الملتقى حصل على الميدالية الطبية بين 40 دولة من حول العالم. ونتيجة للإنجاز الحد ده حصل كذلك على عضوية مجانية في الاتحاد الدولي للمخترعين في بريطانيا، وحصل على اللقب مخترع IMD. مع العلم أن العضوية بتكلف آلاف الدولارات بالإضافة للمتطلبات اللازمة للحصول على العضوية. جاء راجع السودان باللقب الجديد مخترع وبالميدالية. جا راجع بفكر مختلف بعقلية مختلفة، جا راجع وعايز يضيف قيمة للناس اللي حواليني، وعايز يضيف بصمة في المجتمع. جا راجع وقرر انه يستعمل مشروع التخرج عشان يعمل جهاز للمستعملين كرسي المتحرك عشان يرجعوا يمشوا على ديرهم من جديد. ولأنه كان ما عنده الخبرة الكافية، قرر انه يسأل أصحاب الخبرة. لكن كل الإجابات اللي جاته انه المشروع مكلف، انه ما يقدر يعمل المشروع، انه المشروع ده اكبر منه، اكبر من كل البكالوريوس بل للدكتوراه. بالرغم من انه الاجابات اللي جات كلها كانت محبطه، لكن جد اسره دعمته بتخصص اخوه الكبير اسمه يوسف دعموه عشان يعمل المشروع وما يتخلى عن الفكره. وفعلا اشتغل على المشروع ونفذ المشروع والمشروع نجح وحصل على براءه اختراع في المشروع. المشروع ده في عام 2022 وفي مسابقة بيم تكنولوجي لمشاريع التخرج لسنة 2021-2022 حصل به على المركز الأول على مستوى السودان والخامس على مستوى العالم. الزول ده حاليا موجود معنا في القاعة هنا، واجد قدام اسمه عدنان عبد الرحمن الطيب الثاني. صاحبي بيسالني انا سايق، انت سايق لوين؟ برد له بقول له سايق للتبعيه ان شاء الله.
بالمشروع ده حصلت على جوائز وميداليات ودروع مختلفة، وبالإضافة لتكريم من مدرستين كانت فيها المدرسة الخاصة، وتكريم من بنك النيل، وتكريم من عميد كلية هندسة جامعة السودان، وتكريم من إدارة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة فخرية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. Thank you.